Welcome to Nablus, everyone. Welcome to Nablus. ثلاثة بعد سرايا مول. في رحلة البحث عن أطيب كنافة لكل نابلس. This is حلويات دمشق نابلس. Let's do it. It's pretty good. متشوف فيه ما تحط لي اضرب وين عايش فيه هاي كنافه العكر شيك البدونس يلا ندوق من عند الخراز يلا وينك يا شكرا اوه ناشكم طيب جينا بشكل صاحبي بيحكي حبيبي وصلنا عند حلويات الأقصى اللي هو يعتبر أكثر واحد مشهور هون بالكنافة هذا معلم الكنافة هذا حياكم كنافة الأقصى خلينا نشوف يا عمر هعطيكم الريفيو بالآخر يا بلمية إلى خبز طابور خذ بلدي تاكل بلدي حلويات أبو سير هاي آخر قطعة كنافة رح أجربها بكل نابلس لأنه خلص انتفخت كنافة يا معلم حبيتها طيب تقييمي الأخير الآن للكنافة اللي جربتها بكل نابلس بقدر أحكي إنه في محلين اللي هم أنا شفت الكنافة تبعتهم طيبة واحد اسمه حلويات أبو سير والثالث حلويات دمشق بس بشكل عام الكنافة بنابلس كتير دسمة بحطوا معها كتير سمن بتبين بقاع الصحن وبحطوا كتير قطر بس هذا رأيي Thank you Nablus, you've been amazing Next stop, طول كرم Let's go home boys, let's go home من أي مدينة أنتوا؟ إيش أطيب محل حلويات بعمل كنافة عندكم بالمدينة تبعتكم؟ شاركوني بالتعليقات عشان أجي أزور وأجرب وأعمل تقييم لهاي المحلات